السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتحدث اليوم عن زراعة البازيلا. تزرع البازيلا مباشرة على الأرض بعد تحضيرها، وقد تحدثنا كثيرا عن طريقة تحضير الأرض للزراعة. أما إذا كان الحقل به أغطية من محاصيل فيستحسن الزرع مباشرة، حيث يمكن زرع البازيلا على بقايا الذرة. هناك أنواع مختلفة تقبل الزرع في مواعيد تختلف حسب الصنف، منها الخريفية وتزرع في أكتوبر وهذا موعدها، وأصناف ربيعية تزرع في بداية شهر مارس. وهذا الموعد هو المفضل لعدم كثرة الأمراض التي تصيب المحصول بعد زراعته. وقد تزرع في بعض المناطق الدافئة خلال فصل الشتاء والساحلية ابتداء من أكتوباً حتى مارس، باستثناء الأسابيع التي تكون فيها درجات الحرارة منخفضة. أو ما يعرف بأسابيع الصقيع. هذه مواعيد الزراعة. أما مواقيت الإنتاج ومدة الاحتفاظ بالجني فلكل صنف ميزته، منها الأصناف السريعة النضج والوصول لمرحلة الإنتاج، ومنها التي تستمر لأسابيع في الحصاد، ومنها الكثيفة والغزيرة في المحاصيل، ومنها ما يحصد مرة واحدة. ومنها التي تجنى ولم يعقد حبها بعد، وغير ذلك من الأصناف. وسنذكر بعض الفترات في معدلاتها المتوسطة، فهناك التي تنضج وتحصد خلال 100 يوم من الزرع، ومنها التي تعطي الإنتاجية خلال 70 يوما، وتجنى 3 مرات إلى 4. وتعد زراعة البازيلا الجلبانة من أسهل المحاصيل التي لا تتطلب رعاية كثيرة. أما طرق الزرع، على العموم هناك طريقتين. الأولى يدوية، تزرع حبات البازيلا في خطوط على شكل أخاديد. توضع الحبات وتغطى بالتراب، بعدها ترش وتسقى بالماء. والثانية هي آلية، وتعتمد في الأراضي المفتوحة الشاسعة المساحة. وبعد 100 يوم كما أشرنا يمكن قطاف الثمار الأولى. وتنتج الشجرة الواحدة ما يناهز 15 إلى 20 قرنا من البازيلا.